للمزيد حول أداء حجاج بيت الله الحرام مناسكهم هذا العام في ظروف استثنائية وأهم الطاعات التي يتوجب عليهم الاتيان بها في هذا اليوم العظيم، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين الدكتور عمار عودة. دكتور عمار، بداية السلام عليكم ورحمة الله. ضيوف الرحمن، أهلا بكم دكتور. ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، بداية ما أهم الطاعات التي يتوجب على الحجاج أداءها في هذا اليوم العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا هذا هو يوم عظيم، يوم عرفة، والحجاج بالنسبة للحجاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فهذا هو أهم ركن من أركان الحج. ولكن بما أننا حرمنا في هذا العام من الحج، فالحجاج يعرفون ما سيفعلون في ذلك اليوم، فهو الحج عرفة، فلا بد أن يبقوا في هذا المنسك إلى غياب الشمس، وبعد الغياب يفيضون من حيث أفاض الناس كما ورد في القرآن الكريم، وسيكثرون من الدعاء والطاعات في هذا اليوم، يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم في هذا اليوم المبارك. ولكن أغلب الناس في هذا العام، وكما ورد في تقريركم أن الحجاج لم يتجاوزوا 10,000. طيب، بقية المسلمين في العالم ماذا يفعلون في هذا اليوم، في هذا اليوم المبارك الذي أكمل الله به الملة وأتم به النعمة؟ جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر من اليهود فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. فهذا يوم تحسدنا عليه الملل، اليهود يقولون لو كان هذا اليوم عندنا لاتخذناه عيدا. فهنيئا للحجاج في هذا اليوم بوقوفهم في عرفة التي نزلت فيها آية إكمال الدين. وهذا اليوم يوم عرفة أقسم الله به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود بقوله تعالى: وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة. فهذا هو اليوم المشهود الذي يشهده الحجاج، ويشهد حتى من لم يحج بيت الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم أقسم الله به في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، ليالي العشر من ذي الحجة، والشفع والوتر. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وغيرهم من أهل التفسير قالوا: الشفع يوم الأضحى، والوتر هو يوم عرفة. وفي هذا اليوم فضائل كثيرة، ومنها للحجاج هم في أفضل بقعة في هذا اليوم المبارك، وهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. ولكن بألم نقول الذي لم يحج هذا العام، لأن الحجاج قليل في هذا العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بدائل لمن لم يحج، فنحن نصوم في هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا يوم عيد، يوم عرفة ويوم غد وبعدها أيام عيد للإسلام والمسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فهذه الأيام هي أيام عيد يعود الله سبحانه وتعالى على عباده بالخير والبركة والمغفرة. وفي هذا اليوم المبارك كما قلنا أن الحجاج سيتضرعون إلى الله بالدعاء ليغفر لهم في هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فخير الدعاء في هذا اليوم، لنغتنم هذا اليوم للدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن عبد البر: في ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، لأن أفضل الدعاء اليوم في هذا اليوم المبارك
وهو يوم عتق من النار. فقد أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، أي الحجاج اليوم في يوم عرفة يدنو الله سبحانه وتعالى ويباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟ هؤلاء يريدون مغفرتك يا رب، يريدون أن تغفر لهم وأن ترحمهم وأن تستجب دعاءهم لهم ولنا، فهم يدعون أيضا لنا بأن يفرج الله عن هذه الأمة كل غمة أتت عليها وكل احتلال أتى عليها وكل ظلم أتى عليها. نسأل الله أن يستجيب لهم. إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. نسأل الله أن يتقبل من هؤلاء الشعث الغبر التي أتوا الله سبحانه وتعالى داعين لأنفسهم وداعين لجميع المسلمين ولأمة الإسلام، فهم في هذا اليوم المبارك يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر لهم ولنا ولجميع المسلمين وأن يرفع الغمة عنا. كما أننا نطلب من جميع المسلمين أن يتراحموا في هذا اليوم، فأهل عرفة الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويغفر لهم، فهذا يوم مبارك وهذا هو يوم الحج، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولكن أخي الكريم، نحن مثلا في بلاد العراق هناك من الظلم والقهر على المواطنين وسفك الدماء والسرقات وانتهاك الأعراض والسجون المليئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في مثل هذا اليوم المبارك أو في يوم النحر أي يوم العيد، فقال أيها فخطب الناس، كما أخبر ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. انظر أخي الكريم، يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام في هذه الأيام، شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فنحن في شهرنا هذا في يومنا هذا فإن الدماء والأموال والأعراض حرام، فكيف بمن سجن الأبرياء في سجونه؟ كيف من انتهك أعراضهم؟ كيف بمن سفك دماء الأبرياء وانتهك أعراض الأبرياء وسجن الأبرياء وسرق أموال الأبرياء، سرق أموال البلد، فكيف به في هذا اليوم؟ فنقول لهم: توبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأعيدوا الأموال وكفوا عن سفك الدماء وأطلقوا سراح الأبرياء في هذا اليوم الذي يسمع فيه الله الدعاء للناس، والناس يدعون عليكم يا من ظلمتم هذا الشعب المسحوق شعب العراق وجميع شعوب المنطقة، فهي شعوب مظلومة، نسأل الله أن يرفع الظلم عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا اليوم أن نتراحم وأن لا نسفك الدماء وأن لا نسرق الأموال وأن لا نظلم الناس. وفي هذا اليوم المبارك علينا بالتكبير والصيام والدعاء وحفظ الحواس من الحرام وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلة الرحم وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبعد عن المشاكل والكراهية وإصلاح النفوس. فهذا يوم عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يستجيب وأن يتقبل الطاعات وأن يستجيب الدعاء في هذا اليوم العظيم، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يرزق المسلمين حج بيته الكريم، وأن يرزقنا جميعا والسامعين أن يرزقنا الوقوف في مثل هذا اليوم على عرفات. ونحن نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم ولجميع المسلمين الوقوف في مثل هذا اليوم إن شاء الله. آمين. شكرا جزيلا لك دكتور عمار عودة، عضو قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين.